صور المتركين. هذا هو راه من الوالد تاع سيدي يا خويا الى الامام ان شاء الله، وبعد العيد ان شاء الله راه فيها جديد ان شاء الله. بعد جديد فيها جديد فيها مرة ليش حبسين شعارنا مرة ليش حبسين مرة ليش حبسين مرة ليش حبسين بخير ربي مرة ليش حبسين بخير ربي بخير ربي يوني يسطع ايه دوك النهر كنت كمشي لها 30 كيلو هذه صغر سجم هذه صغر قلت لي هكا راه وجهي ان شاء الله. لازم نلبس تاعي في قلبي. هذه يا اخويا راك شوف ديال الحمراء قربت الابعاد وهذه التيقر يا اخويا. قال لك اشري تيقر ونفك عليك ما تركبش تيقر. هذه راه هنا سيارة الطرق، هذه من تاع قاعدة ولد محمد، هذا راه من الولي الصالح تاع سيدي محمد، سيدي محمد هذا راه من، وهذه هنا راهي لوصة، هذه هنا تاع إيزال، هذه قاعدة تاع سيدي محمد، هذه راهي من الولي الصالح سيدي محمد، سيدي أحمد، سيدي أحمد، وهذه راهي هنا لوصة، هذه اللي خاطر كاين الرملة من فيها الطريق، هذه تبع هذا الرملة على الرمال، تاع إيزال الرمال، واه، كيف 70 70 واش يسموه شبريات حمزة وحدنا في لابيس خوتي وحدنا لابيس لابيس ما راناش حابسين في الطريق خوتي رانا قوة انا خويا مختار شوف اساطير اساطير نحن اساطير خوتي العزاز اساطير الجزائر داود اسمع من دام الزيق البيضاء كيما راكم تشوفوا هذه واه جات الشكحلة ما راناش حابسين ما دام الزيق هذه بيضاء ما راناش حابسين كتولي كحلة لا خويا وهذه راني قلتها من واحد في البلاكات تاع الهبلة قالها قالها يا جماعة المطاوات وللأسف راه محبسهم للأسف هاد البلوكة خوتي كيما راكم تشوفوا هاد البلوكة هاد البلوكة هاد البلوكة هاد البلوكة خوتي كي تولي كحلة نحبسو مادام بيضة ما نحبسوش ورانيش حابسين يا ورانيش حابسين خوتي ورانيش يا ورانيش حابسين ورانيش هاي باينة خوتي الحبسة من الشيطان خوتي هاي ليك البلاكة هذه هاي 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 هاد البلاكة هاد البلاكة رانا في الطريق هاد البلاكة هاد البلاكة برا ليش حبسين برا ليش حبسين هاد البلاكة خوتي كي تولي كحلة هاد البلاكة هاد البلاكة كي تولي كحلة نحبسو حنا مالاش حابسين وضع في بوين المتصل هذا من دام راهم يبياك إلى الأمام عندك نهار اللي يولي كحل سامحونا وحدنا في لابيس خوتي وحدنا في لابيس مراناش حابسين 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 وحدنا في لابيس